بسم الله مولانا تبارينا
كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه حب الحب وآله وصحبه مداد قص الصحب والحمد للإله في البدء والثمان ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حبالا دائما وأخلا أفتيه لنا نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من سدى وصفاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح القرب اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارعك ويرضى ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه ان الله يعفو عنا وعن ولينا وعن اولادنا وعن شيخنا وعن معلمنا وعن فضل علينا وعن جيراننا اجمعين وعن جميع المسلمين وان الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسول فصل الجسد والروح ملك الناصر وان الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الذليل والزلال وان الله به سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذب عنا ويرضى قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وان الله يرزقنا القبول والاقبال والفوز برضا رب العالمين في الدنيا ثم الآخرة وأن الله يصبر عباد البلاد ويرحم عباد البلاد وأن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى في خير الملك وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم إنا نسألك أذنا واعية وقلبا معقولا وعلما لا ينسى والنفع بذلك في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والمعلمين تقبل الله منكم.